السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وصفتنا مميزة وممكن تكون غريبة عنكم، لكن لو عرفتوا القيمة الغذائية الموجودة فيها رح تعملوها على طول بإذن الله. بعد ما رجعنا لكلام الخبراء وأخصائيين التغذية، هل تتخيلوا تنبيت الحبوب أو البذور بيعطي فايدة من 30 ل 50 ضعف الفايدة الموجودة بالحبوب نفسها؟ مثلاً براعم البروكلي بتعطي 50 ضعف الفايدة الموجودة في البروكلي الأخضر، وكمان العدس نفس الإشي. البراعم المنبتة مليئة بالمواد الغذائية والعناصر اللازمة للجسم ومفيدة جداً لأمراض المعدة والجهاز الهضمي. تنبيت البراعم ممكن يكون من أي نوع من أنواع الحبوب أو البذور. اليوم حعمل معكم من حبوب العدس وبذور البروكلي. بدي أعطيكم فكرة عن بذور البروكلي. هاي علبتها حصلت عليها من موقع أي هيرب وبسعر كتير منيح، لكن لو ما قدرتوا تحصلوا عليها بإمكانكم بكل بساطة تنبتوا أي نوع تاني مثل العدس أو القمح أو الحلبة، وكله بنفس الطريقة اللي رح نعملها اليوم. قبل ما نبدأ بالعمل اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الإشعارات حتى يصلكم كل جديد. وهاي هي المكونات اللي رح نحتاجها: معلقتين من بذور البروكلي بتكون بهذا الشكل، حبيبات صغيرة وبهذا اللون، ومعلقتين كبار من حبوب العدس الحب بنظفه منيح ورفعت منه الحبوب المكسرة أو أي شوائب تانية. وكمان محتاجين مرطبانات خاصة بالتنبيت، لكن مش متوفر عندي فعملت البديل وبيعطي نفس النتيجة تماماً. فجهزت قطعة قماش إلها مسامات صغيرة. أنا اخترت نوع من قماش التطريز، وانتو فيكم تستعملوا أي نوع شاش متوفر عندكم. إحنا رح نحتاج بس قطعتين على قد المرطبانين اللي حنستعملهم. كمان بكون بحاجة لمغيطة مثلا أو بكلة البنات الصغار المدورة حتى تمسك قطعة الشاش منيح. يعني المواد كتير بسيطة ومتوفرة عند الجميع إن شاء الله. عشان نغسل البذور رح نحتاج مصفاية عادية مثل هاي لغسل العدس لأنه حبيباته كبيرة، أما بذور البروكلي فبدنا ننتبه منيح لأنه حجمها كتير صغير، فممكن نغسلها بمصفاية الشاي اللي بتكون مساماتها كتير صغيرة. بضيفهم في المصافي وبغسلهم تحت المية. غسلت العدس وصفيته منيح وكمان بذور البروكلي. حبدأ أضيفهم في المرطبانات. بعد هيك بضيف عليهم مية عادية وبغمرهم منيح. بحط عليهم الغطاء وبسكرهم بشكل جيد، ورح نحطهم بمكان معتم، ممكن بخزانة المطبخ أو ألفهم بكيس نايلون أو قطعة قماش، المهم يكونوا بمكان معتم. وبتركهم من 6 ل 8 ساعات مش أكتر، لأني لو تركتهم أكتر من هيك ممكن يبدأ يظهر عليهم مادة بيضة وتبدأ تتغير ريحتهم ويتلفوا. وهي رجعت لكم بعد مرور الوقت، شايفين كيف البذور بدت تنفش شوية؟ الخطوة اللي بعد هيك برفع عنهم الغطاء وخلاص ما بدي أستعملها بعد هيك، وحبدأ أحط عليهم قطعة الشاش والمغيطة حتى تثبت قطعة الشاش منيح. بكب عنهم المية وبرجع بحط لهم مية نظيفة وبخدهم منيح وبرجع بتخلص من المية. كل هذا ممكن نعمله بحوض المطبخ. بعد هيك بحطهم بشكل مائل وبحط تحتهم صحن حتى تتصافى منهم المية منيح، ولازم يكونوا بهذا الشكل المائل لأنه إحنا عايزين يكونوا فقط رطبين وما عليهم مية، وهذا الإشي بيساعد على الإنبات بشكل جيد. وبتخلص من المية أول بأول وبحطهم إقبال شباك المطبخ في مكان فيه فضاء. وهيك أنهينا اليوم الأول، ورح أتابع معكم مراحل التنبيت يوم بيوم حتى تشوفوا النتيجة النهائية. وهنا بدي أحكي شغلة: بعد هاي الخطوة اللي عملناها اليوم مطلوب منا كل يوم صبح ومساء أو ممكن 3 مرات باليوم نضيف عليهم مية نظيفة ونخدهم منيح ونرجع نصفيهم ونحطهم بشكل مائل على صحن حتى يتصافوا من المية.
وهي احنا باخر اليوم الثاني، شفتوا كيف حبوب العدس بدت تتبرعم وتنبت، وكمان بذور البروكلي الحبة بتتفتح وبتطلع منها هاي البراعم الخضراء. وهنا بدنا ننتبه البراعم ما تصل لقطعة الشاش وتطلع لبرا، بنحاول كل مرة ندخلها. وهي المية اللي تصافت من المرطبان، ومثل ما حكيت بتخلص منها أول بأول. بدي أذكركم كل يوم بنضيف عليهم مية وبنخضهم منيح، وبنرجع بنصفيهم وبنحطهم بشكل مائل على الصحن. واليوم الثالث ما شاء الله بدت تكبر وتنبت أكتر وأكتر، هذا اللون البني مش مشكلة ماخد من لون العدس. وشايفين كيف بتخلص من المية الزيادة. وهي بذور البروكلي كمان كبرت، وهاي البراعم اللي طالعة بحاول أدخلها. واليوم الرابع ما شاء الله يعني هيك تمام، حبوب العدس تبرعمت بشكل جيد وكتير منيح. بتخلص من قطعة الشاش وحبدأ أحطهم بعلبة. ما شاء الله هاي البراعم أنا بعتبرها كنز ثمين، لازم تجربوهم وطعمهم مقبول جدا. والأفضل لما تتناولوهم تشربوا معهم مية، لأنهم من الألياف وحتى يمتصهم الجسم بشكل منيح. لو أكلتوا يوميا مرة أو مرتين هذا المقدار كتير منيح، ورح يمدكم بالطاقة والنشاط والمناعة بإذن الله. بغطي العلبة وبحتفظ بيها بالتلاجة. أما براعم البروكلي كمان أصبحت جاهزة، شفتوا هاللون الأخضر ما أحلاه، ما شاء الله بالفعل إشي رائع وفوائد لا تقدر بثمن. الحمد لله نعمة أنعم بها علينا رب العالمين. براعم البروكلي ممكن تاكلوها مثل ما هي هيك، لكن أنا بحب أتخلص من البذور السوداء اللي فضيت بعد ما تنبتت، فبضيف عليها مية وبحركها شوية. شايفين كيف بدت تطفو على الوجه؟ بتخلص منها بمصفاية الشاي. وهيك لغاية ما تخلصت من أكتر جزء منها، بعدين صفيتها من المية بهاي المصفاة. ممكن تاكلوهم مثل وجبات خفيفة أثناء اليوم، أو ممكن تضيفوهم للسلطات، وياريت الأطفال عندكم كمان يتعودوا ياكلوهم. وهيك أصبحت جاهزة ورح نحطها بعلبة. حطيت محارم المطبخ تحتها لأنها رطبة شوية. بضغط عليها حتى تتشرب المحارم السوائل الموجودة بالبراعم، وبغطيها منيح وبحتفظ بيها بالتلاجة. وبتكون براعم العدس أو البروكلي صالحة للأكل خلال أسبوع، ويفضل ما تتعدى عن الأسبوع بالتلاجة. جربوها وإن شاء الله رح تعجبكم وتعتمدوا تعملوها على طول. وصحتين وألف هنا.